وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يصدر تعميما يجزم بإنزال جميع المناقصات والمشاريع عبر لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة. وزير الثروة السمكية يطلع على الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء مصنعين إنتاجيين للأسماك في ساحل حضرموت. لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك تصادر كميات من الأدوية منتهك الصلاحية بالشحر. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني تعميما يلزم بضرورة إنزال جميع عقود المشاريع والتوريدات بمناقصات عبر لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة، ومنع أي عقود للمشاريع والتوريدات دون المرور على اللجنة. وألزم التعميم رقم 31 لسنة 2018 مديري عموم المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية ومديري عموم المديريات بضرورة أن يتم إنزال كافة المشاريع والتوريدات بمناقصات بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية، وأخذ الموافقة المسبقة من لجنة المناقصات الرئيسية قبل الإنزال. وعليه يمنع من بداية عام 2019 رفع أي عقود خاصة للمشاريع والتوريدات بشكل مباشر دون المرور على لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة. أكد وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين بأن وزارته ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تولي كامل الاهتمام والرعاية وتسهل كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشاريع استثمارية في القطاع السمكي بالمحافظات الساحلية. واستمع الوزير كفاين لدى اطلاعه بالمكلا على دراسة وتصاميم إنشاء مصنعين إنتاجيين للأسماك بساحل حضرموت، إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع وفقا للمواصفات والمقاييس الفنية المناسبة والقانونية من قبل المالكين للمصنعين. وتطرق الوزير كفاين إلى آلية المعايير والأنظمة واللوائح التي يجب أن تتخذ في إنشاء المصانع السمكية، مؤكدا أن الوزارة دائما تكون إلى جانب القطاع الخاص لتذليل كافة الصعوبات وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة والمتاحة للوزارة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي. التقى وزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين برجل الأعمال الشيخ عبيد بن كردوس التميمي رئيس مجلس إدارة مجموعة كردوس القابضة ومؤسسة بن كردوس للتنمية وشركة رويال كلوك للخدمات. وفي اللقاء أشاد الوزير كفاين بالتدخلات في المشاريع الاستثمارية والخيرية لمنتسبي القطاع السمكي بساحل حضرموت، مؤكدا على إشراك منظمات المجتمع المدني في أن تلعب دور مهم وفاعل إلى جانب الدولة في النهوض بواقع القطاع السمكي كونه الأكثر عرضة للتغيرات المناخية. وأطلع الشيخ عبيد بن كردوس وزير الثروة السمكية على المشروع القادم للمجموعة الخاص بإنشاء مصنع متكامل ونوعي لتعليب وتغليف وإنتاج الأسماك، وقد تم وضع كافة الدراسات الخاصة بالتصاميم الفنية لهذا المشروع الحيوي لمحافظة حضرموت، وسيسهم في استيعاب أعداد كبيرة من الشباب والشابات العاطلين عن العمل وخلق فرص لهم وتخفيف معاناة أسرهم ومجتمعهم. تفقد وزير الثروة السمكية فهد كفاين قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت خلال زيارته التفقدية للمحافظة للاطلاع على النشاط السمكي بعموم المديريات الساحلية. وخلال اللقاء الذي جمعه مع قائد قوات خفر السواحل العقيد هاني التميمي، أشاد الوزير كفاين بالإنجازات التي حققتها خفر السواحل من خلال تنظيم عملية الاصطياد
ومنع المخالفين للقانون الثروة السمكية ولوائحها، وكذا مراقبة سواحل حضرموت والحد من الصيد العشوائي. وكما اطلع وزير الثروة السمكية على الجهود المبذولة لخفر السواحل للإجراءات المتخذة لاستخراج البطائق الذكية للعبار البحرية، كما تفقد جاهزية خفر السواحل بميناء المكلا لتنفيذ المهام الموكلة إليهم. استقبل رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن عويضان سالم عويضان قيادتي اللجنة التحضيرية لاتحاد شباب ساحل حضرموت التطوعي واتحاد شباب مدينة المكلا، وذلك للاطلاع على عمل اللجنة التحضيرية لإشهار الاتحاد. وخلال اللقاء أكد أركان المنطقة الثانية على ضرورة أن يكون للكيانات الشبابية المجتمعية التطوعية إسهام كبير في الحفاظ على المنجزات والمكتسبات الأمنية والخدمية والتنموية من خلال التوعية بين أوساط الشباب بما تحقق وسيتحقق من نجاحات ملموسة تخدم القطاع الشبابي، لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة أعطت الأولوية خلال هذه المرحلة لدعم مشاريع الشباب ومساندتهم في مختلف الاتجاهات وتذليل كافة الصعوبات التي تقف عثرة أمام طموحاتهم وأمالهم. وكان رئيس اللجنة التحضيرية رئيس اتحاد شباب المكلا حسين باصمد قد استعرض جهود عمل اللجنة وما تم إنجازه من أجل إشهار اتحاد مديريات ساحل حضرموت التطوعي، مؤكدين حرصهم ومساهمتهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال الأمن والتنمية. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون سير اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي الجاري بثانوية بن شهاب للبنين ومجمع الزهرة للبنات بمديرية مدينة المكلا. واطلع الوكيل عبدون أثناء جولته التفقدية للقاعات الاختبارية من إدارتي الثانوية والمجمع إلى طبيعة الأجواء السائدة في هذه العملية الاختبارية المهمة وما تم إعداده وتهيئته لتوفير أجواء من الهدوء والسكينة للتلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات، محفزا الطلاب والطالبات إلى ضرورة المذاكرة والاهتمام بالتحصيل العلمي والعمل الجاد والمثمر من أجل تحقيق نتائج مشرفة وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المديرية والمحافظة والجمهورية، مؤكدا أن قيادة مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت تحرص على متابعة سير الاختبارات والإشراف الميداني من قبل الإدارات التربوية والتعليمية والمناطق التوجيهية بالمديريات. بحث مدير أمن ساحل حضرموت العميد منير التميمي مع مدير أمن محافظة عدن اللواء شلال علي شائع سبل تعزيز التعاون المشترك بين أمن المحافظتين. وخلال اللقاء استعرض العميد التميمي الإنجازات التي تحققت في حضرموت في الجانب الأمني والتي كان أبرزها استلام الأجهزة الأمنية لزمام الأمور في مديريات ساحل حضرموت، إضافة إلى خطة التدريب والتأهيل ضمن برنامج تأهيل وتطوير المنظومة الأمنية والشرطوية بحضرموت التي تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارة الداخلية، مقدما شرحا وافيا عن دور إدارات وأقسام الأجهزة الأمنية بأمن ساحل حضرموت. بدوره رحب مدير أمن عدن بزيارة متطلعا لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك ومشيدا بالإنجازات الأمنية التي تحققت في محافظة حضرموت. تفقد مدير أمن ساحل حضرموت العميد منير التميمي المصابين والجرحى جراء التفجير الإرهابي في مدينة الشحر أواخر الأسبوع الماضي فور عودته من العاصمة المؤقتة عدن. واستمع في زيارته لمستشفى حضرموت من الأطباء إلى شرح مفصل عن حالة المصابين الصحية ومدى تماثلهم للشفاء، موجها بالتكفل بعلاج كل المصابين جراء الحادثة الإرهابية
على نفقة السلطة المحلية بالمحافظة، كما وجه العميد التميمي بالتكفل بتكاليف علاج الطفل أحمد الذي بترت قدمه وتركيب رجل صناعية في أقرب وقت ممكن. وأكد مدير أمن ساحل حضرموت أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وأن الأجهزة الأمنية لن يهدى لها بال حتى تلقي القبض على العناصر الإجرامية والإرهابية التي نفذت هذا العمل المدان والمتنافي مع القيم والمبادئ الإسلامية السمحة. تفقد مدير أمن ساحل حضرموت العميد منير التميمي ورئيس النيابة العامة القاضي شاكر محفوظ بنش موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى مركز الشرطة بحي المحط بمديرية الشحر. وخلال الزيارة التفقدية استمع مدير الأمن ورئيس النيابة من مدير أمن مديرية الشحر العقيد عوض بن عكاس إلى شرح مفصل عن طبيعة العملية الإرهابية والإجراءات المتخذة حيالها. وأكد مدير الأمن والشرطة على ملاحقة العناصر الإرهابية الآثمة جراء ارتكابها لهذه الجريمة الشنعاء التي سقط فيها عشرات المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن الهزائم الساحقة والضربات الموجعة التي تلقتها العناصر الإرهابية خلال الفترة الماضية على أيدي قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية ورجال أمننا الأبطال ستتوج بالقبض على هذه العناصر الإجرامية. أشاد وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي بضاوي بالنجاحات التي حققها مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت في مهرجان المسرح الوطني بعدن، وحصول فرقة المسرح الوطني بحضرموت التابعة لمكتب وزارة الثقافة على جائزتين من جوائز المهرجان. جرى ذلك خلال زيارة قام بها إلى مكتب وزارة الثقافة، حيث تعرف مدير مكتب وزارة الثقافة خالد الجحوم على أنشطة المكتب وخطة عمله للعام القادم، مؤكدا وقوف السلطة المحلية ودعمها لمكتب الثقافة لما من شأنه النهوض بالواقع الثقافي والأدبي بحضرموت. صادرت لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك بمديرية الشحر كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية يتم بيعها للمرضى بالمدينة. يأتي ذلك عقب تنفيذ حملة تفتيش واسعة ومشتركة تنفذها اللجنة بمشاركة مندوبي مكتب الصحة والإصحاح البيئي والأشغال العامة وغرفة الصناعة والتجارة، تستهدف الصيدليات ومخازن توزيع وصرف الأدوية. وعثرت الحملة على كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية يتم بيعها للمواطنين، واتخذ مفتشي اللجنة الإجراءات الأولية بحق المخالفين وفقا للقانون وإحالة مالكي تلك الصيدليات إلى الدائرة القانونية بديوان السلطة المحلية لاستكمال بقية الإجراءات القانونية حيال وقائع الضبط. نظمت حافة الحوطة بمدينة سيئون الزواج الجماعي 11 بزفاف 100 عروس وعروسة ضمن برنامجها الاحتفالي لمطلعها السنوي مطلع المطالع للألعاب الشعبية المتزامن مع الاحتفالات الدينية بالذكرى السابعة بعد 100 لحولية الإمام محمد بن حسين الحبشي. وقال نائب مقدم حافة الحوطة جمعان صلاح أن هذا الزواج الجماعي هو الزواج 11 على التوالي التي تقيمه الحافة، وموضحا بأن عدد المعرسين في الزواج الجماعي خلال 11 عاما قد بلغ عددهم 596 عروس وعروسة. وأشاد الداعية إبراهيم محمد بن علي الحبشي بتكاتف أبناء حضرموت في هذه الظروف الصعبة في إحياء موروثهم وعاداتهم للمحبة والسلام والتراحم. وتخللت فقرات الزواج بساحة القصر لعبة الشبوانية الشعبية وفرقة ألبا صالح للزربادي والألعاب الشعبية لحافة الحوطة والقصائد الشعرية.
أجريت بمدينة المكلا مراسيم قرعة الدوري الرياضي الكروي لفرق أحياء مديرية المكلا وضواحيها لمواليد عام 2002 الذي يقام تحت شعار لا للمخدرات والآفات المدمرة تحت إشراف اللجنة المجتمعية بحارة باسويد وبالتنسيق مع اتحاد شباب مديرية المكلا التطوعي. وبين رئيس اللجنة المنظمة والفنية للدوري محمد بايماني خلال مراسيم القرعة أهداف التظاهر الرياضية والتي تؤكد على توعية الشباب والفئات العمرية من مخاطر تعاطي المخدرات بمختلف أنواعها وتأثيرها السلبي على تفكك المجتمع. واستعرض بايماني لائحة البطولة التي تنص على العديد من النقاط مشيرا إلى أن الدوري سيتخلل تكريم الشباب الذين أقلعوا عن تعاطي المخدرات ويعد إقرار اللائحة من قبل ممثلي الفرق. وتم إجراء مراسيم القرعة الذي أسفر عن 14 مواجهة. السيدات والسادة بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة وهاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يصدر تعميما يلزم بإنزال جميع المناقصات والمشاريع عبر لجنة المناقصات الرئيسية بالمحافظة. وزير الثروة السمكية يطلع على الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء مصنعين إنتاجيين للأسماك في ساحل حضرموت. لجنة التفتيش الغذائي وحماية المستهلك تصادر كميات من الأدوية منتهك الصلاحية بالشحر. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.